تواصل فرقة قوة واجب قيس جهودها بالمساندة والتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لسحب تجمعات المياه وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية بسبب الأمطار التي شهدتها البلاد أمس الجمعة، حيث تتواجد فرق قوة واجب قيث في مواقع التالية: منطقة المنقف، منطقة صباح الأحمد، مستشفى عدان، مستشفى الفروانية، جسر الأحمدي، جسر منطقة شبد، تقاطع طريق جاسم محمد الخرافي وطريق الدائري السابع لإنقاذ المواطنين والمقيمين وإزالة تجمعات المياه وسحب المركبات العالقة للحفاظ على أرواح وممتلكات العامة والخاصة. ومركز عمليات قوة واجب غيث في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات.